السلام عليكم اخوان، تعاودوا كلشي مزيان؟ صحيح حال فريخات كلشي بخير. المهم الاخوان، واحد الموضوع يعني كاين فيه شي تساؤل بزاف وبغينا نوضحوه، يعني واخا غادي يكون يعني موضوع قصير ولكن بغينا يعني نوضحوه باش يفهموا الاخوان. يعني الكنار اللي واش ملي غادي نبغي نجاوجو وكيكون فايت بانه واش نبور يعني عنده عامين 3 سنين والفوق، واش كنقص ليه الاظافر ديالو ان شاء الله، واش كنحيد ليه من جهه التيب ديالو الريش. يعني هذا الموضوع بزاف ديال الاخوان كيداولوه بان يعني ضروري خاصك تنقي الفريخ سميتو التيب ديالو ان شاء الله، يعني تقطع ليه دوك الريشات وتحيد ليه الضفار ديالو. المهم الاخوان، هادشي كامل معدو حتى شي علاقه ما بينه وبين بين بين التجاويج ولا غادي يكون ندير لك شي عائق. فين كيكون هاد المشكل هذا ديال التيب اللي غادي تحيد ليه دابا الجنيبات ديالو ولا تحيد من يعني تنتف ليه؟ هاد الانواع كيتنتفوا الفريزي وكيتنتفوا الجلوستر، هادو هما اكبر انواع اللي فيهم الزغب من جهه التيب. اما الكنار بلدي، كنار موزايك، كلاغات، كاع الانواع الاخرين هادوك سامبل، هما اصلا ما فيهمش الريش بزاف ولا الريش بكثره. واش فهمتوا الاخوان؟ يعني الريش اللي كنحيدوه هو اللي كنحيدو ديال الجلوستر ولا ديال الفريزي. علاش هاد الانواع بجوج هما اللي كيتحيد ليهم صافي؟ علاش؟ حيت عندهم كثافه في الشعر ان شاء الله، عندهم يعني الريش ديالهم كثيف بزاف بالاخص من جهه التيب. ومع العلم الاخوان، راه من المستحيل شي فرخ كيبقى عدو التيب ديالو عامر بالريش والنتوه المخرج ديالها عامر بالريش وغادي تخدم، راه ما يمكنش. راكم كتشوفوا الاخوان، النتوه ملي كتوجد ولا ملي كتبدا توجد الطير كيبدا كيوجد انهم كيبداو يتعراو من جهه الجهاز التناسلي ديالهم الاخوان، يعني كيحيد هذاك الجهاز التناسلي ديالهم كتحيد كيقرع هو اوتوماتيك ان شاء الله. ملي كيبداو كيعمروا صافي راه كيبداو يدخلوا للبداله، ملي كيبدا ينوض لهم الريش يعني في التيب صافي كيبداو يخرجوا من البداله. يعني الاخوان ما عندكمش ضرر ديال البلدي ولا هذا، ما توصلش ليه، ما تقربش ليه. المشكل عندك الا كنتي كتخدم بجلوستر كتخدم ب ب ب بالفريزي، هاد جوج انواع هما اللي ممكن بانك تحيد لهم التيب ديالهم باش قادي لهم. الانواع الاخرين ما عندكش فيهم مشكل، كلهم كيخدموا. عمرك توشيت شي فرخ ولا حيت ليه يعني الريشات ديالو الا الجلوستر؟ الجلوستر حيت راه معروف هو بحال الشكل ديال الكره وعندو يعني الزغبه طويله، غير كتحبس ليه التيب بعض المرات. اما البلدي ولا الانواع الاخرين العاديه يعني ما واخداش الريش بكثافه، ما عندكش فيها مشكل وبلا ما تحيد لها حتى شي حاجه ان شاء الله. ومع العلم ثاني حاجه اخرى ولا يعني داخله في الموضوع هما الضفار. الضفار الاخوان ما عندهمش علاقه، غادي خليها في بالكم، ما عندهمش علاقه ما بين 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 التفحال. هما المشكل كيديروا عراقيل ديال الفرخ، ممكن يتضرب في رجلو، ممكن يطراو ليه بزاف ديال الحوايج، كيولا كيلصقوا ليه في التيج، كيلصقوا ليه في الجناب ديال يعني النظافه ديال الضفار. ما عندكش مشكل، نظافه عاديه بانك دير لي نظافه الا بان لك الضفيرات ديرو طوال، ولكن الا كانوا نورمال عاديين ما كتحتاجش بانك تقطعهم ليه. وديما الاخوان اللي كيبغي يقطع الضفران يعني يديرهم في شي بلاصه ولا يشعل عليهم الفلاش ديال الضوء، اما يدير الفلاش ديال التليفون اما يخرجهم لشي بلاصه ان شاء الله اللي تكون مشمشه. علاش؟ ملي غادي تبغي تقطع الضفر ان شاء الله، راه غادي نحاول انني نخلي لكم واحد الصوره توضيحيه، راه كيكون فيه كتكون فيه العرق، يعني غادي تفوت العرق بواحد سنتيم ان شاء الله عاد تقطع الضفر. يعني الا ما عرفتيش ليه وما يعني الاخوه اللي مبتدئين ولا هذا وتبغي تقطع الضفار ديال الفرخ، الا توشيشي لي داك العريق، دخلتي واحد شويه توشيشي داك العريق راه غيموت الفرخ، هذاك العرق كيبقى كينزف منه صافي ما غيحبش ليه الدم وغادي يموت. يعني الاخوان تحاولوا بانكم تخرجوا الضوء ولا تشعل الفلاش، تحط لي رجلو عليها وغادي يبان لك العريق للداخل وديك الساعه تقطع من الفوق. هذه ولكن راه ما عندهاش على يعني ما تدخلوهاش في البروغرام بانني لا رد الضفار عنده راه ما غيفحلش، لا ما غاديش غيفحل وغادي بيكي غادي يخرج لك البيض عامر كلشي مزيان. علاش؟ الطير ما كيخدمش بالارجل ديالو في التفحال ديال الكناري وهذا، فهمت؟ يعني ماشي بحال البيروش انواع الاخرين، هو عنده بيكاج واحد كيفرفر خاصه يتحط يحط النقطه الله يعاون، فهمتوا الاخوان؟ العكس ديال الطويرات الاخرين، يعني ما عندوش غير من النظافه. مزيان بانك تحيد ليه الضفيرات الا كان عند الطير اكثر من عامين ولا اكثر من 3 سنين، يعني كيكون مطول الضفيرات ديالو وفيهم شي شويه كيوليو يديروا ليه مشاكل، كيشدوا في في في, في, في اتجاهات، كيلصقوا في الجناب، يعني ماشي مشكل الا درتي ليه النظافه. اما
باش غادي ندخلوا هاد الحويجات ان شاء الله في البروغرام ديال لا راه غادي يديروا لك عراقيل في التجاويج ان شاء الله وهادو لا الاخوان الا خدمتي بالكلوستر ولا الفريزي ديك الساعه مراقبه ضروري بانك دير ليه انت مقص ليه يعني من جهه التيب ديالو حيت علاش عنده الشعر ديالو يعني كثيف ما كيخليش هو باش غيبيكي هذه معروفه هاد الانواع ضروري بانهم وما كيخدموش في الاصل الا لما درتيش ليهم هاد العمليه هادو معروفين حيت هما الطفره ديالهم خارجه بانها فيها الريش الريش زي والله يسر لكم الاخوان وكنتمنى يكون وصلنا لكم المعلومه والله يسر لكم.